السلام عليكم، ان شاء الله كويسين طيبين وسالمين في احسن حال. حلقه جديده شوق وريد يا رب تعجبكم. وبرضه دي واحده من الاغنيات الخالده والاغنيات الراسخه في ذهن كل سودانيين تقريبا، وبتتغنى الى هذه اللحظه ايضا يعني. وهي اغنيه من الشجن بمكان انك تحفظها وتنتبه لها، وممكن تقدمك خطاب للمحبوب. والموضوعات الغنائيه اللي كان بيطرقها العبقري إبراهيم الكاشف لم تكن لتخطر على بال أحد أصلا في الزمن ذاك يعني، في عصر يعني اختصرت فيه وظيفة الفن على التسلية زي ما قلنا برضو في حلقات سابقة. والموضوع الفني على العشق والغرام يعني بيختفي الفنان المتجاوز سير هذا النوع من الأغنيات، بيستشعر ألمه أحلامه، خاطب الجماعة كما يخاطب الفرد بالنسبة للمحبوب أو المحب أو الحبيب. استطاع إبراهيم الكاشف في الكثير من السنين إنه ينتقل بالفن من حيز التضريب الضيق الأسي ممكن نسميه غنى دكاكيني إلى آفاق التعبير الرحبة كبيرة بقى، واللي هو نحو عالم الإنسان الواسع. والأغنية دي هي رسالة ممكن تكون عن حياته وهدفا لحياته أو حياتنا أيضا يعني. فنان عبقرينا إبراهيم الكاشف غنى للحب بكل تجلياته، في موسيقاه في ألحانه، والموسيقى تحس بها تنساب بكل هدوء مع النص. بعدين مثلا لما يقول باسم الحب أقدم لك حياتي، باسم الحب أقدم لك حياتي، حياتي ومعاها العاطفة الجميلة، ناس بيقولوا النبيلة. عليك يا حب تحياتي، عليك وقفت غاياتي، لحبي أضحي بحياتي، أحب الحب وأيامه وذكريات وأحلامه وما يوحيه إلهامه. حياة الحب أسميها السعادة بكل معانيها، أقيم ليلا أغنيها. روح يا ليل تعال يا ليل تعال يا ليل وروح يا ليل. يا سلام، عبقرية النص جعلت الفاتح أو الكاشف أكثر عبقرية، يعني النص مستفز حقيقة للحن. وده الكلام اللي قلناه في بداية هذه الحلقة، إنه الكاشف بيختار مرات كلمات لا تخطر على بال الفنان في ذلك الوقت. الكلمات صاغ الشاعر سيد عبد العزيز، وسيد عبد العزيز وما أدراك ما سيد عبد العزيز، وسيد عبد العزيز والمعاني الجديدة للحب والحياة. والكاشف أراد أنه يكرسها من خلال مجمل أغنياته، لأنه وجد في أشعار سيد عبد العزيز أيضا زي ما وجد في أشعار عبيد عبد الرحمن الصورة الشعرية المرتبطة بالخيال مباشرة، فهي كانت وليدة خيال الشاعر وأفكاره. وده أتاح بها الشاعر الدخول خلف الأشياء واستخراج أبعاد المعنى، لأنه طريقته لإخراج ما في قلبه وعقله إلى المحيط الخارجي ليشارك فكرته مع المتلقي، وهنا تكون العبقرية. عشان كده ينبغي إنه بالضرورة أن نقول هكذا يكون الشاعر صاحب خيال واسع، عشان يتمكن من تفجير أفكاره وإيصاله للمتلقي بشكل عفوي وشكل أصيل. أستاذنا سراج سلامات، مرحبا بك. إن شاء الله كويس يا أخي. مرحبا بك. حاولت بقدر الإمكان أحشد ما يمكن أن أقدر أن أحشد من لغة من قاموسي الخاص فيما يخص هذه الأغنية بالتحديد وهذه الثنائية بالتحديد بين سيد عبد العزيز والكاشف. نعم، سيد عبد العزيز هو خلينا نقول الناس بيسموه سيد عبد العزيز أو ده الاسم المشهور به، لكن هو اسمه عبد المحسن عبد العزيز. نعم. هو من مواليد العام 1905، توفى عام 1976. هو يعتبر من شعراء الجيل الثاني
في حقيبه الفن. نعم. ويمكن في لحظه نضج الكتابي ده كان مع بروز عهد كروما. كروما اللي هو المدرسه الثانيه في غنى الحقيبه. صحيح. ما بعد الحاج محمد احمد سرور، يمكن هو يوصف بعبقري الاغنيه السودانيه كروما، وعمل بناء جديد حتى يعني شكل مؤلفات كروما اذا جيت حولتها من شكلها الشعبي البسيط الى الاوركسترا بتلقى في حوار نغمي بداخل صحيح كل الاغنيات اللي قدمها كروما. نعم. عشان كده هو كان اثار غيرة سرور لحظة ظهوره، مع انه كان يوما ما هو كورس عين سرور. نعم. في الجودة برز سيد عبد العزيز. نعم. في لحظة نضج ولحظة نضج ابراهيم الكاشف اللي هي من منتصف الثلاثينات. نعم. كان نضجهم الاثنين كان اعمارهم شباب قريبة لبعض. نعم. وكان هم ثلاثي. برضو الجزء الاخر كان بيمثله سيد عبد العزيز، ويمكن كثير من اغنيات سيد عبد العزيز فيها مناجاه مع عبيد عبد الرحمن، عشان كده بتلقى معظم اغنيات الكاشف موزعه ما بين عبيد عبد الرحمن وسيد عبد العزيز. والرابط برضو ام درمانيين. نعم. واولاد اولاد حاره يعني حضر وقريبين من بعض في السكن. يعني ممكن ده يكون هو تقارب جغرافي بالضبط خلق تقارب وجداني، عشان كده الغنى ده ظل في الوجدان السوداني. صحيح. يعني. يعني ما بين درمان وود مدني دي قصه من جاي في حلقات جايه. عماد كيف الحال؟ مرحبا بك. ان شاء الله كويس يا اخي. الله يديك العافيه. كيف يومك الليله؟ والله الحمد لله. تمام التمام؟ احمد في امان. باسم الحب قال اقدم لك حياتي. باسم الحب اقدم لك حياتي. في اسي الكلام ده في اسي عليك الله؟ بس في زول بيقدم باسم الحب حياته؟ والله يا اخي على حسب ولا الشعراء يتبعهم الغاوون سيء. والله ابدا موجود في موجود موجود, موجود نعم موجود ان شاء الله يستمر. لكن انا داير اقوم اعلق على الحته بتاعت ما داير اقوم اقول كلام قاله سراج، لكن بس شداني انا المطلع بتاع الاغنيه. يعني فيه دهشه باسم الحب. المستمع طوالي بيقول داير يشوف اللي بعده في شنو. صحيح. هذا الذكاء انا بفتكر من الشاعر وترجمه ابراهيم الكاشف لحنيا طبعا كالعاده. نعم باسم الحب. شو غريب حياتي ومعها العطف الجميل اسم الحب يا ليل روح يا ليل يا عالي يا ليل
ألاقي حبيبي وماتي. أقف ليه يقول لي العهود بينات ضفرية، أقول ليه تعال لي تعال لي تعال لي. أحبك وانسى فيك ذاتي، حبيبي هراعي تغديسا، ارتاح قلبي لحديسا. حديثك يشفي العليل، حديثك يشفي العليل، وحياتك وحياتك يا السافي الجليل، الحب الصادق قليل، المشبه حب النبيل بدون جميل، أهو عشان نبي
شباب، يديكم العافية، تسلموا يا أخي. شكرا أستاذنا سراج، شكرا على حلقة اليوم. إذا عندك تعليق أخير. وشكرا على المدعى بيقدمه لنا إبراهيم الكاشف في كل أغنية، وده غنى استطاع فعلا يربي به الوجدان السوداني، ونحن فعلا محتاجين نلحق الوجدان السوداني محمد في الفترات الأخيرة اللي حصلت له انهيارات في بناء سليم قام عليه إبراهيم الكاشف وأحمد المصطفى وكابلي ومحمد ومجمل الفنانين السودانيين، قدموا الغنى الجميل اللي قدر يدخل دواخلنا. نحن محتاجين نحافظ على ذوقنا العام في هذا التوقيت بالذات. وانا اضيف لهذا الكلام انه ارث قدر ده وتاريخ قدر ده واساطين غنى قدر ديل بدوا في ثلاثينات وعشرينات واربعينات القرن الماضي. الطبيعي مفترض نكون ده ما حالنا بالمناسبه، اذا كان ده اساس حنعتمد عليه ومفترض يكون ده الطبيعي اللي احنا حنمشي فيه لقدام يكون حالنا غير مختلف عن حالنا الان، لكن هو لكل زمن رجال زي ما بيقولوا، لكن يظل هذا الاساس ويظل هذا القام عليه الموسيقى السودانيه. عماد شكرا شديد يا اخي، شكرا على حلقه اليوم يا اخي، يعطيك العافيه. تسلم يا رب، الله يسلمك، وان شاء الله انت مستمتع، بس اهم حاجه والله الحمد لله مستمتعين بوجودكم وبوجود يعني تسلم يا رب الاصطف يعني الحمد لله والله يديك العافيه. وانا مستمتع جدا بالفرقه ومستمتع جدا بالمشاهدين في كل مكان، حسن متابعتكم هي اللي بتخلينا نستمر، وان شاء الله نوفق في كل ما نقدم من حلقات في هذا البرنامج. شو قريت بكرة، خليكم حاضرين وقاعدين، خلوا بالكم من روحكم. السلام عليكم.